بعد ما كان رادود حسيني إلى مكانته وشهرته عاف المنبر الحسيني على مود بنونة، بعد ما عاد أهله وأصدقاءه وأبوه وأمه تبروا من عنده على مود بنونة، بعد ما صارت مشاكل وانتقادات بالسوشال ميديا بسبب بنونة مثل ما هو يسميها، حسن الطالقاني يعلن انفصاله عن زوجته. شنو الأسباب؟ هل هي خيانة أم مشاكل؟ راح نتعرف وياكم بهذا الفيديو. شلونك حبيبي؟ صدق انت طلقت لو كذب؟ التوضيح يعني هواي عالم جاي تسأل وتدخل وكذا وهذا، اي فعلا ولا عيب ولا حرام، انا وابني يعني ما تفاهمنا، لكن هي تبقى ام ابني ولا وهي جاي تحكي وكذا. شفت حلوين على التواصل الاجتماعي وهاي يعني ماكو قسمه انا ما حكيت يعني ابد ما طلع مني مثل شنو شو شوف قد ورقات وهاي شنو هذا الزواج صديق؟ لا جاي نشتري ملابس بعد صرنا عزابيه، كنا ما نشتري لنفسنا، كنا مدلليها هسه بعد صرت تفدي خلنا نصرف فلوس على نفسي. الله شكرا بخير ووفق الجميع للتنويه خابد الزول ستورياته وكذا، انا ما لي علاقه يعني. السلام عليكم، شو اخباركم؟ طبعا كل شوي جتني مسجات انه ليش زوجتك مسحت البوستات اللي كانت بينكم وكذا وهاي الامور. يعني احنا يعني انا اخوك كنت مارد يعني اوضح الموضوع للأمانة يعني، لكن انجبرت لان العالم متابعتنا ولها حق علينا. احنا يعني انفصلنا من حوالي تقريبا 3 أسابيع الى شهر، ويعني ما تفاهمنا، ابني عزيز علي وابني ما تفاهمنا وطبيعي حالنا. متابع الجميل تريد تحصل ارباح وتصعد قناتك وتشتهر ومشاهداتك تصير عاليه ويصير يوتيوب مصدر رزقك، ما عليه غير نطبق الشروط اللي هي كل سهله. اولا تنزل قسم التعليقات راح تلقى حساب بالانستغرام متابعنا عليه، بس مجرد راسلني هناك وقول لي جيتك من اليوتيوب انا راح افهمك شلون اسوي لك دعم وشلون اصعد قناتك وشلون وش قد راح تستلم الارباح.